ايوه بنتي. لا لا ما تقلقش، بكره الصبح المبلغ هيكون عندك. المهم بس انت تعمل المطلوب والاجراءات اللازمه. متر لبيب، انا مش هوصيك، انا عايز مصطفى ياخد براءه باي شكل. طيب طيب ماشي ماشي تمام ماشي، مع السلامه. انت دلوقتي مع الف سلامه. تمام تمام. الجواب ده جاي لسعادتك يا اشرف بيه. ماشي يا عم احمد. الظاهر انه مش خير خالص يا بابا. يبلغوني ان الحساب فيه 1400 جنيه. معقولة؟ انت مش قايل لي انك لسه معاك فلوس كتير؟ انا بصرف وما بحسبش. ليه كده بس يا اشرف؟ المصاريف كتير وفي كل اتجاه. طب وبعدين هنعمل ايه دلوقتي؟ ده وعمر ما فاضلش فيه غير شريط واحد، وانت عارف انه لازم ياخد الجرعة في موعدها. هطلب سلفة من الشغل. سلفة ايه؟ وهم هيدوها لك في ساعتها كده على طول؟ وحتى لو حصلت المعجزة وادوك فلوس، هيدوك كام يعني؟ هيدوك بكتير تمن علبتين دواء بتوع عمر. بقول لك ايه؟ انا هلم لك الذهب بتاعي، انزل بيعه، اهو الذهب دلوقتي غالي وهيجيب مبلغ كويس. لا لا خلي ذهبك معاكي. انا مش عايزاه. عمر عندي اهم. قلت لك لا يا هدى، انا هتصرف. لا بلاش مختار، ممكن يحس ويعمل لي مشكلة. يا ابن اللي يا أشرف، فلوسك زي ما هي، أنا هاخد الشنطتين من عند أشرف، ده ما سحبش منهم مليم. يعني أنا ممكن أخد اللي محتاجه وأرجعه تاني من غير ما هو يحس، وأبقى أروح لمختار بقى أستلف منه الباقي. ما هو أخويا ولازم يقف جنبي في شدتي.